السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده بسكوت النشا. بسكوت جميل جدا، انتوا بتقولوا عليه لانكشاير، انا عارفه. بسكوت النشا هنعمله النهارده، شايفين شكله باشكاله الجديده، ان شاء الله يعجبكم. اهو، وعلى بركه الله نبتدي الشغل. هقول بالكوبايات، وهتلاقوا في صندوق الوصف الجرامات والكوبايات. فعندنا 3 كوبايات دقيق، وكوباية سمنة، وكوباية ربع سكر، ونص كوباية نشا، وبيضتين، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أحط كوباية ربع سكر بودرة على كوباية السمنة، وأضربهم بالمضرب الكهرباء لحد ما السمنة دي تبقى زي القشطة، زي ما بنعمل في أي نوع بوتفور مع الزبدة كده. هنضرب السمنة كويس لحد ما السمنة تبقى بيضة زي القشطة، ودي خطوة مهمة جدا في ان الصنف يطلع ناعم معاك. هو بيبقى ناشف بس بيبقى ناعم اهوت. نضرب السمنة والسكر مع بعض لحد ما اللون يبيض خالص، نسيبه ياخد وقته، منستعجلش عليه، اضربي على قد ما تقدري فيه اهوت. البيض دهوت هبدأ احط البيض بيضه بيضه، واحده واحده. انا عندي بيضتين احطهم واحده واحده، اما الاولانيه تختفي خالص احط التانية. لو حطيت الاتنين مع بعض مره واحده السمنه هتقطع، اختفت البيضه خالص احط البيضه التانية، وهكمل ضرب زي ما انا شغال عادي خالص لحد ما البيضه تختفي ويروح البيض خالص من السمنة، يختلطوا الاتنين مع بعض. نوع بسيط وسهل جدا، وما فيش مواضيع كتيرة. اهم حاجة بس ان احنا نضرب السمنة كويس مع السكر. هلم السمنة اللي في البولة بتاعتي كده، واتأكد ان كله دخل في بعضه. عندي نص كوباية نشا أحطها عليهم، وأبدأ أقلب بالمعلقة بتاعتي. من فوق لتحت ومن تحت لفوق جميع الاتجاهات لحد ما أتأكد إن الخليط اختلط كله مع بعض. وتقلبتين جامدين كده عشان إيه الخليط كله يدخل في بعضه والنشا ما يخرصش في السمن. هنحط شويه الفانيليا بتاعنا عليهم، وهنقلب كويس اهوت. عندي 3 كوبايات دقيق بتوعي، احط عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر زي ما قلنا، واحط عليهم السمنه والبيض والسكر والنشا اللي احنا ضربناه. هنقلب البيكنج باودر في الدقيق، واحط السمنه بتاعتي. نزلنا السمنه، ونبدا بقى نقلب الخليط كويس. لحد ما بيوصل للدرجة اللي هي لازم بقى نقلب بالإيد، لأن المعلقة خلاص ما عادش هتنفع في التقليب. هنقلب بإيدنا بقى، أنا ما بعجنش، أنا بدخل العجينة ببعضها بس. العجينة بتلم اهيت وبدخلها في بعضها. ملعق خفيف كده ندخل العجينة ببعضها، ولو حسيت ان العجينة بعد ما خلصت دعكة كده اهوت، حسيت ان العجينة بتفرول منك، هتدي لها معلقة زيت واحدة، تدي لها معلقة زيت وتعجنيها بس. وده بيبقى من نوع الدقيق اللي انت شغالة بيه.
يعني انت لما تقهوت اتلمت معاك كويس كده خلاص، لقيتها مفرولة، خدت حتة لفتيها على ايدك ولقيتها بتكسر، يديلها معلقة زيت وعجنيها كويس اهو زي ما انا بعمل كده، وهسيبها ترتاح 5 دقايق مش اكتر من كده، لان هي ما فيش فيها خميرة بيكنج باودر، فمش مش هتخمر. انا بس ايه بريح العرق بتاع العجين 5 دقايق بس، وهنبدأ نشتغل فيها. هاخد حتة هلفها على ايدي زي الكرة صغيرة كده زي الصابع اهوت. عندي لوز، شوف انت عندك مكسرات ماشي، ما عندكش مكسرات اعملي اي شكل تاني. اه واحط اللوزة وبقفل عليها لان في بيكنج باودر هيعلى فممكن يرمي اللوزة بتاعته. اه حتة صغيرة والفها على ايدي، واللوزة برضو انا بعملك اشكال منها وانت شوفي الشكل اللي يناسبك واشتغلي بيه. اه حطينا اللوزة وقفلنا عليها تمام، وسنة صغيرة جنب بعض كده ما نضايقش قوي لانه بيريح سنة صغيرة. اللوزة هتك عليها وهقفل عليها خلاص على كده. ده الشكل الاولاني اللي احنا هنعمله. الشكل التاني هلفها زي الكرة الصغيرة عادي الانكشار العادي بقى. اه باخد حتة صغيرة وصغري خالص لان كل ما بيصغر بيبقى احلى اهيت، واحطها. ده الشكل التاني بتاعك. ماشي هلفها برضو على ايدنا وفي صبعك كده ايه هتعملي تجويف في النص على كده وحطيه. وقلت لك لو كانت بتفرول منك هتدي لها معلقه زيت اهو، تكه بصبعي بس وهحطها. حاجه نادره بتخمر ولا غيره. يعني هنخلص هتخش الفرن على طول على 170 10 دقايق بالكتير، دي ما بتحمرش اهو بايدنا هنحط 170 10 دقايق ربع ساعه بالكتير اهو. خلصت الاشكال هكمل انا بقيه العجينه. طبعا استوى وطلع ان اللي احنا لفناه صغير. عند مربى وعند فرماسيل الالوان اللي عندك اشتغلي بيه، اي نوع مربى عندك اشتغلي بيه، اي نوع جرنش غير الفرماسيل اشتغلي بيه، مكسرات مفرومه اي جوز هند اي حاجه. باخد 2 الزقهم في بعض واتك عليهم والفهم في اللي موجود عندي، ان كان فرماسيل ان كان جوز هند اي نوع انت ما يعني متواجد قدامك. حتة مربى احطها على البسكوتة، واخد التانية اتك عليها الاتنين والفهم. الفهم في اللي في الفرماسيل او جوز الهند زي ما قلت اول حاجة اللي موجودة عندك. موضوع بسيط وسهل خالص. مرة كمان اهوت شوية مربى بسكوت هتك عليها والفها في في الفرماسيل ومتشكرين على كده. ده النوع الاولاني فنشناه. اه هكمل انا الباقي مش عايز اطول عليكم الفيديو. ده النوع الاولاني. النوع التاني اهو اللي احنا كنا لفيناه زي الصغير ده اللي لزقناه في بعضه، شوكولاتة سايحة عادي خالص اغطس فيها الوش بتاعها وعلى جوزة الهند اهو. شكلي في البسكوت زي ما انت عايز. البسكوت ده مش قرآن ولا حق ولا ثوابت، لا اتحركي فيه زي ما انت عايز اهو. وادي البسكوت التاني اللي احنا عملناه له فتحة في النص. ممكن تمليه شوية مربى، انا كان عندي شوية كراميل حطيت الكراميل صوص كراميل تقيل حطيته اهوت نقطة بس
على قد البسكوتة اهوت. عندي تاني شوكولات شيبس حطيت على وش الشوكولاتة. اللي عندك استعمليه، ما ترتبطيش باللي انا بعمله، انا بوريك الفكرة بس وانت التنفيذ على حسب المتاح ليك. خلصنا الموضوع ده وهرصه في طبق وهوريه لكم شوفوا شكله ايه. رصنا في الطبق هذا اللي بالكراميل والشوكولاته، وراه اللي لازقينه بالمربى، وراه الشوكولاته، وراه اللوزه اللي احنا ادينا له. شكله جميل جدا وطعمه احلى من شكله بجد. جربوه ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناه، وشكرا لدعمكم ليا، واسف على التاخير عليكم.